بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض السنه الجديده، وان شاء الله تكون سنه كلها نجاح جريد 5. يا رب ان شاء الله تكون سنه جميله. في جريد 5 السنه دي هناخد مجموعه من الدروس المهمه. انا مستر احمد الباشا معاكم مدرس الساينس، وهنبدا ان شاء الله مع بعض بيونت 1 كونسبت 1 ليسن 1 بلانت نيدز. السنة دي أول كونسبت عندنا هي سهلة جدا وبتتكلم عن plants، وخلينا أقول لكم إن إحنا خلال المراحل اللي فاتت أو في grade 4 كنا تكلمنا عن إن في حاجة اسمها living organism. كلمة living organism يعني الكائنات الحية، وعارفين إن الهيومن إن الإنسان من الكائنات الحية، وإن الأنيمالز كمان من الكائنات الحية اللي هي living organisms. كمان البلانت أو النباتات تعتبر من living organisms، تعتبر من الكائنات اللي ربنا خلقها وفيها صفة الحياة، يعني تقدر تكبر وتقدر تنمو وتقدر إنها تشرب وتقدر إن هي تتكاثر تعمل reproduction، إنها يعني تتزرع من جديد. فمهم جدا ان احنا نفهم plants، والاول مرة هنتكلم مع بعض عن النباتات بشكل عميق شوي. انت بتمشي دايما وبتشوف plants، وعمرك ما فكرت plant ده بيعيش ازاي وايه تفاصيل حياته. وفي الحقيقة ان plant تفاصيل حياته كتيرة جدا، وحاجة مهمة جدا وممتعة ان احنا نذكرها. تعال نبدأ مع بعض بـ how do structures of plants او of plant use water. احنا دلوقتي عارفين ان اي بلانت انت بتزرعه بيحتاج المية وبيحتاج الهواء وبيحتاج لايت. خلي بالك ان دول تلات حاجات مهمين جدا لاي بلانت. اي بلانت في الدنيا انت لازم تسقي مية، يعني لازم يكون فيه ووتر ولازم يكون فيه هواء، وكمان لازم يبقى فيه لايت اللي هو السان لايت. البلانت دايما بيحب الشمس جدا. طب هو بيعمل ايه بدول؟ يعني انا دلوقتي لو كنت بلانت كنت هعمل ايه بالحاجات دي؟ تعالوا نشوف. اولا ده شكل البلانت. البلانت بيكون دايما ليه حاجة اسمها روتس. كلمة روتس من تحت هنا يعني الجذور. الجذور دي هي المسؤولة عن انها تعمل ابزورب للووتر، تمتص المياه. يعني دي اللي بتجمع المية اللي موجودة في الارض في التربة. مش بتشوف الراجل كده بيرش المية على الايه على الارض، البلانت بياخدها عن طريق حاجة اسمها روتس، وتبتدي الووتر دي تطلع فوق عن طريق الستم. ده اسمه ستم. الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه ستم. ماشي، هو بس القلم مش بيكتب كويس. ماشي، ده اسمه ايه؟ اسمه ستم. الستم ده خلاص هو الجزء اللي بيسحب الووتر خلاص ليه لفوق كده، وبعد كده بتوصل للايه الليفز او الايه الاوراق. حلو قوي. طيب plants use these specialized structures، يعني تستخدم الأجزاء دي، كلمة specialized يعني المخصصة، to obtain their basic needs of water, air and light. يعني بتستخدم الأجزاء دي علشان تحصل على، بتستخدم الروت وبتستخدم الليفز وبتستخدم الكلام ده علشان تحصل على الووتر والاير واللايت. احنا خدنا بالنا ان الروت ده responsible for water، يعني الجذور دي مسؤولة عن water. وخلي بالك ان احنا هنعرف بعد كده ان الليفز دي الاوراق دي هي المسؤولة عن انها تمتص نور الشمس والاير الهواء. each part كل جزء of plant has its own function. كل جزء من اجزاء البلانتس دي عنده الوظيفة بتاعته. where the roots help plant to get water. الروتس بتساعد البلانت ان هو يحصل على المياه، زي ما قلنا الجذور اللي تحت دي بتساعد البلانت ان هو يحصل على المياه. and nutrients اللي هي الغذاء، يعني بتحصل على الووتر وبتحصل على الغذاء. خلي بالك حتة الغذاء دي او النيوترينز دي كلمة مهمة جدا. مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان الوقت هو البلانت بياخد مية بس، ولا بيكون في حاجة اسمها نيوترينز مواد غذائية جوه الارض هنا.
معادن ومواد واملاح وكلام من ده بتخش كمان جوه جسم الايه البلانت عشان تديله باور او تديله غذاء. From the soil and the other parts of the plant help it to survive. وده هنفهمه مع التفاصيل. في بداية الموضوع كده خالص في اول جزء كده احنا بنتكلم عن ان البلانت ده واضح ان فيه 3 main structures. في 3 مكونات اساسيين هما الروتس, روتس دي يعني الجذور, وستم اللي هي الساق, وليفز. دول مهمين جدا. طب دول بيعملوا ايه يا مستر؟ بيهتموا ان هما بيحصلوا على 3 حاجات, الووتر والاير واللايت. يعني النبات ده محتاج مية ومحتاج هواء ومحتاج ايه, ومحتاج نور للشمس. طيب what does a plant need to survive؟ البلانت بيحتاج ايه علشان يقدر يعيش بشكل افضل؟ تعالوا نشوف. plant use structures اللي هي stem وleaf وroots that are unique among living organism. الحاجات دي تبقى متخصصة قوي عند البلانت. to produce their own food, their own food by using sunlight. كلمة their own food معناها الأكل المخصص لي, بمعنى انك مش هتلاقي مثلا في مثلا ارنب مثلا عنده روتس. ما فيش ارنب عنده جذور, لا, الارنب حر بيتحرك براحته. البلانت عنده روتس وعنده ستيم وعنده ليفز. طيب لما بنيجي نزرع شجرة او بنزرع زرعة, ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ايه, when a tree is planted, لما نبتدي نزرع شجرة, it begin to grow from seedling into a mature tree depending on some resources such as water, air and sunlight to make its own food to survive. بمعنى انها بتبتدي تتحول من فكرة انها سيد يعني او بذرة لانها بتبقى mature tree, شجرة ناضجة. يعني في خطوات, انت مش اول ما بتحط البذرة بتيجي تاني يوم تلاقيها بقت شجرة, لا, في خطوات. ومن واضح ان الخطوات دي اساسي فيها حتة الووتر, واساسي فيها الاير اللي احنا نسميه كربون دايكسايد والسانلايت. والبلانت بياخد الحاجات دي ويتحول من فكرة ان هو سيد, سيد يعني بذرة, يتحول يبقى بلانت. خلي بالك ان احنا هدفنا في الليسن النهاردة ان احنا نبتدي نفهم البلانت اكننا بنتعرف عليه. ازيك يا مستر بلانت؟ مستر بلانت ده او ميسس بلانت دي, الشجرة دي, الشجرة دي ليها اساسيات احنا بنتعرف عليها الوقت. بنعرف ان في روت, بنعرف ان في حاجة اسمها ليف يعني الاوراق, بنعرف ان في حاجة اسمها ستيم الساق, وبنعرف انها بتحب الووتر وبتحب الاير وبتحب الصن. دي حاجات مهمة جدا علشان نفهم البلانت من حوالينا. طيب خلينا نفهم اكتر. في حاجة اسمها بلانت نيتس, والبلانت نيتس يعني احتياجات البلانت. محتاج ايه مستر بلانت عشان يكبر؟ محتاج ووتر, محتاج اير, محتاج سانلايت, محتاج نيوترينز. كلمة ووتر يعني ووت, مياه, اير يعني هواء او الكربون دايكسايد يعني سانلايت نور الشمس, نيوترينز اللي هو الغذاء اللي بيجي من بطن الارض او من تحت الارض من السويل يعني. ودي بنسميها بيزك نيتس. وخليك فاكر كلمة بيزك نيتس دي لانها كلمة مهمة جدا 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 جدا. بيزك نيتس يعني الاحتياجات الأساسية. يعني مثلا أنت محتاج ووتر ومحتاج فود, دول بالنسبة لك أنت كإنسان أنت دي حاجات بيزك نيتس, محدش يعرف يعيش من غير ووتر. والإير برضو بالنسبة لك مهم جدا, أنت ما تعرفش يعيش من غير هواء. هل تعرف تعيش من غير ما تتنفس؟ ممكن ما تتنفسش مثلا دقيقة, إنما أكيد لازم تتنفس عشان تعرف تعيش. وبالتالي البلانت عنده حاجات اسمها بيزك نيتس, الأساسيات أو الاحتياجات الأساسية زي ووتر وإير وسانلايت ونيوترينز. بيقول لي هنا إيه, ووتر and إير are basic needs. يبقى نفتكر بقى إن كلمة basic needs يعني احتياجات أساسية. وخلي بالك أنا لسه بقولك إن ووتر وإير دول basic needs for plant, animal and human. يعني لو جاب لي في الامتحان سؤال وقال لي هو إيه العامل المشترك أو الحاجات basic needs of animal, plant, human, او جاب لي سؤال يقول لي all plants, animals and humans need a need water and air because they are basic needs,
لان دولت بيزك نيدز لكل الكائنات. Human and other animals need to eat food. ودي نقطة مهمة جدا. هل انت عمرك شفت مثلا بلانت بياكل جزراية؟ او شفت مثلا بلانت واقف بياكل ساندوتش مثلا برجر؟ هل عمرك شفت بلانت مثلا بيشرب كوبات عصير؟ لا، البلانت ما بيعملش كده، احنا اللي بنعمل كده، احنا اللي بنمسك الساندوتش وناكله، انما البلانت ما بياكلش زي ما احنا بناكل. Human and animals need to eat food. بياكلوا to obtain energy and nutrients عشان يحصلوا على الطاقة to live. طيب يا مستر والبلانت بياكل ايه؟ هقول لك بقى البلانت بياكل ايه. Most plants get nutrients، بيحصلوا على الغذاء، كلمة nutrients يعني الغذاء، from soil، بياخدوه من الأرض. And make their own food through process، وبيعملوا الغذاء بتاعهم عن طريق process مهمة جدا اسمها photosynthesis process. Photosynthesis process that make أو that take place in plant leaves، ودي بتكون في أوراق النبات. يبقى عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس دي هي الطريقة اللي البلانت بيعيش بيها، وده نفهمها أكتر وأكتر 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 في الدروس الجاية. يبقى نقدر نلخص كل احتياجات البلانت إن بلانت نيدز، البلانت بيحتاج أربع حاجات. بيحتاج نيوترينز اللي هو الغذاء اللي بيجيبه من السويل، بيجيبه من الارض، يعني مواد في الارض كده، بيبقى مثلا ايه، في املاح، ملح مثلا، في مش عارف ايه، حاجات من الارض كده بتدخل مع الميه ومعها ووتر، ولازم يكون في كربون دايوكسيد، ولازم يكون في سان لايت. الكربون دايوكسيد على فكره غاز موجود في الهواء، بياخده من الهواء. طيب يا مستر هو دلوقتي حضرتك ما قلتلناش السويل يعني ايه. اي بلانت في الدنيا، اي نبات في الدنيا هو بيتزرع جوه الارض، بيتزرع في النباتات، في سوري في التربه، في الطينه. هقول لك لا، مش كل النباتات بتتزرع في السويل. تقول لي ايه ده يا مستر، انا اي بلانت في الدنيا بشوفه في الطينه. ايوه انا بقول لك ان في نباتات ما بتتزرعش في الطينه، ما بتتزرعش في السويل. يعني السويل ده is not basic needs، السويل مش من الاساسيات اللي يقوم عليها البلانت. ازاي؟ Because some plants only grow in water. مثلا في نبات اسمه ووتر ليلي. ووتر ليلي ده مفيش اصلا فيه طينه، ده بيتزرع في الميه على وش الميه كده. فلو انا جيت سالتك في امتحان قلت لك هو سويل من البيزك نيدز او من البيزك بلانت نيدز، هل من احتياجات النبات الاساسيه السويل؟ تقولي لا، دي الاحتياجات الاساسيه. البلانت ما يعيش لو مفيش ميه، ما يقدرش يعيش لو مفيش سان لايت، ما يقدرش يعيش لو مفيش كربون دايوكسيد، ما يقدرش يعيش لو مفيش غذاء. وبالتالي علاقة البلانت مع الفود، علاقة البلانت مع الأكل، دي علاقة هنتكلم عنها كتير، وفي الدروس الجاية كمان هنتكلم عنها كتير. بيقول لي بلانت ميك ذير اون فود which is a type of sugar. البلانت لما بينتج أكل أو بيعمل أكل، ده نوع من أنواع السكريات، من السكر بنسميه شوجر، يعني الأكل بتاع النبات بنسميه سكر، شوجر يعني. The provide plant with energy. البلانت بيحاول طول الوقت يصنع سكر، مش سكر اللي بتاع الشاي، سكر من نوع تاني يعني. وده بيحصل عن طريق process اسمها photosynthesis process. Plant make their food in their leaves by means of photosynthesis process. يبقى البلانت لما بيجي يعمل أكله، مثلا فاكرين لما احنا قلنا ان الانسان بياكل ويهضم الاكل، كلمه هضم دي يعني digestion، هضم الاكل. البلانت برضو لما بياكل ما بيعملش هضم، بيعمل photosynthesis process، بيعمل عمليه اسمها photosynthesis process. وعن طريق الحكايه دي او الفوتوسينثيسيس دي، the root of plant absorb water. يعني انت لو كنت شجره فانت كنت هتمتص الميه من الارض and the nutrients of soil or from soil، بتاخد من الارض الووتر ومن النيوترينز من الارض من السويل، وبتاخد الايه الووتر والنيوترينز دي وبتبتدي تبعتها من الروتس، من الجذور تحت عندك لحد الاوراق فوق والجسم كله بتاعك او الشجره كلها بتستفاد. يعني اختصارا كده، انت لو عندك مثلا شجره، فالشجره دي عامله كده ليها الجذور بتاعتها، وبالتالي انت جيت سقيتها ميه، الووتر بتمشي من الجذور وتطلع تطلع 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 لحد كل اوراق الايه
لحد كل أوراق الشجرة. ليسون 1 ليسون جميل جدا وبداية سهلة جدا ان احنا نتكلم عن بلانتينز. هنبتدي في الفيديوز اللي جاية وفي الليسون اللي جاي نبتدي بقى نمسك البلانت بالتفصيل ونقول له اهلا بيك يا مستر بلانت، انت بتعيش ازاي وبتاكل ازاي وازاي يعني الووتر دي بتمشي جواك وايه مكوناتك من جوه وانت من جوه شكلك ايه. كل اللي فهمناه في الليسون النهاردة ان احنا اتكلمنا ان في بيزك نيدز، في حاجة اسمها الاحتياجات الاساسية اللي هي الووتر وإير ونيوترينز، وده بيتم عن طريق ان الروتس بتاخد الووتر دي وتمشيها في الستم وبتوصل لحد الليفز وبتعيش. هنناقش ده اكتر وهنتكلم اكتر واكتر في الفيديوز اللي جاية. كده خلصنا ليسن 1. المنهج بتاعنا سهل جدا 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 وجميل وكل الدروس اللي جاية ممتعة. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.